بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وحبيبنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ومن جوار الكعبة المعظمة ينعقد مجلسنا 31 من مجالس مدارستنا لهذا السفر المبارك، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا المجلس المنعقد في آخر وخاتمة شهرنا هذا ذي الحجة في عامنا هذا 1444 من هجرته صلى الله عليه وسلم، نتم به ما كنا قد وقفنا عنده قبل الحج فيما ساقه المصنف رحمه الله من الفصول في هديه صلوات الله وسلامه عليه في باب اللباس، وتتمة هذه الفصول في تتمة مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا اليوم الخميس المنعقد يوم 25 من شهر ذي الحجة الحرام سنة 44 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستكثرين في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه في مكاننا المبارك هذا من خير الأعمال وأزكاها عند ربنا وأعظمها بركة نستجلب بها صلاة ربنا علينا بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لمحمد تقف القوافي هيبة وتحار فيما يرتقي ويليق، هذا الذي وافى فأشرق نوره شمساً وبانت للسرات طريق، هو رحمة منذ استهل تهللت مهج وعاد إلى الحياة بريق. صلوا عليه فإنما بصلاتكم ترتاح أفئدة ويرحل ضيق. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، واجعل مجلسنا يا رب عامراً بذكرك وطاعتك والقربة إليك والصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم، صلاةً ترضيك عنا وتتنزل بها صلاة ربنا علينا، إنه خير مأمول وأكرم مسؤول. وقف بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله: وكان له صلى الله عليه وسلم بردان أخضران وكساء أسود وكساء أحمر ملبد وكساء من شعر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين حبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان له صلى الله عليه وسلم بردان أخضران وكساء أسود وكساء أحمر ملبد وكساء من شعر. هذه الجمل المتعاطفة في بيان بعض ما لبسه نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا منذ بداية هذه الفصول جملة من أسماء الألبسة التي ثبت في السنة استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم لها، من ذلك الذي ابتدأ به في الفصل العمامة وذكر الثابت فيها، ثم ذكر القميص وهو ما نسميه اليوم الثوب أو الجلباب أو الجلابية، وهي أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم كما سيعيده المصنف الآن، وذكر أيضاً الجبة، والجبة ثوب واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب ويسمى إلى اليوم في بعض البلاد الإسلامية بالجبة كالجبة الأزهرية والجبة الشامية ونحوها، وذكر أيضاً لبسه عليه الصلاة والسلام للفروج والقباء، وهو ثوب يلبس فوق الثياب عادة ويتمنطق عليه، يأتي عادة واسعاً طويل الأكمام يتزيى به علماء الدين. ذكر الإزار والرداء
وهو أشبه شيء بلباس المحرم في إحرامه، قطعتان من كساء أو من لباس ونحوه، يلف الرداء على أعلى الجسد والإزار على أسفله، وإذا اشتمل اللباس على القطعتين معا إزار ورداء يسمى حلة، فلا يقال حلة إلا إذا اجتمع الإزار والرداء معا. لبس عليه الصلاة والسلام الفروة المكفوفة بالسندس، يعني بالحرير التي تأتي بطانة أكمامها وذيلها ورقبتها بشيء من الحرير، ثم ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ترك لباسه. لبس الحلة الحمراء، لبس الخميصة، والخميصة ثوب من خز أو صوف يكون أسود اللون أو غيره، سواء كان معلما يعني له خطوط ونقش، أو كان ساذجا لا نقش عليه وهو لون واحد لا يتغير. ذكر أيضا المصنف رحمه الله السراويلات، واختلاف العلماء هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبسها أو لم يلبسها، وفيه كلام لأهل العلم، فمن أثبت لم يستدل بدليل صريح في لبسه عليه الصلاة والسلام للسراويل، وهو لم يكن من لباس العرب المنتشر الشائع المعتاد، فإنما يلبسون الإزار والرداء ونحو ذلك، لكنه ثبت أن السراويلات كانت معروفة عند العرب، ولهذا ذكرها عليه الصلاة والسلام في محظورات الإحرام من اللباس. ذكر أيضا الخف والنعل، وذكر الخاتم، وهل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تختم في يمناه أو في يسراه، وسيأتي ذكر الخاتم أيضا معنا في مجلس الليلة. ذكر أيضا ختام ذلك البيضة أو الخوذة التي تلبس فوق رأس المحارب في القتال، ومن لباس الحرب أيضا الدرع المسمى بالزردية. هذه كلها ثبت فيما مضى من مجالس وقف الحديث بابتداء ما استأنفناه اليوم في قول المصنف رحمه الله: وكان له صلى الله عليه وسلم بردان أخضران، مثنى بردة، والبردة كساء من صوف سواء كان مخططا أو غيره يلتحف به كالعباءة، كان له بردان أخضران. وكان له عليه الصلاة والسلام كساء أسود، إذا تعددت الألوان، فما ثبت عليه الصلاة والسلام على لون واحد، لبس الأسود والأبيض والأخضر، ولبس أيضا عليه الصلاة والسلام الحلة الحمراء، والمقصود أن ما كان في لونها حمرة وليست بالأحمر الخالص كما نبه المصنف عليه سابقا. وله أيضا كساء أحمر ملبد، ملبد بمعنى أنه قد اعتلته طبقات إما من ثقل القماش أو من قدمه. وكان له أيضا كساء من شعر، والمراد به شعر بعض الحيوانات، إما ما يكون من شعر الغنم أو الماعز وهو أغلبه، أو غيرها من الحيوانات التي يجوز اتخاذ جلودها ألبسة وفرشا ونحوها. أراد المصنف إثبات التعدد في باب لباس المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس ممن يلزم نوعا واحدا أو هيئة واحدة أو لونا واحدا على الدوام، بل كان يلبس ما تيسر، وسيأتينا في كلام المصنف رحمه الله حتى في باب الطعام هدي نبوي عام في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، سواء كان في اللباس أو في الطعام أو في البيت والفراش، كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف معدوما، لا يبحث عن شيء غير موجود ولا يطلبه صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يأخذ ما تيسر من بين يديه عليه الصلاة والسلام، تيسيرا على نفسه وعلى أهل بيته ومن حوله ممن يقوم على خدمته. كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، الموجود يأخذه، وغير الموجود المفقود لا يبحث عنه ولا ينشده ويطلبه بعينه. فهذه جملة أفادت تعدد هدي النبي عليه الصلاة والسلام في باب اللباس، وسيأتي له تتمة الآن أيضا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان قميصه من قطن، وكان قصير الطول قصير الكم، وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. هل لبس نبينا صلى الله عليه وسلم القطن؟ الجواب نعم، لبس الصوف ولبس القطن ولبس الكتان، تعددت أنواع ألبسته،
لبس البردة اليمانية ولبس جبة رومية ولبس ثيابا مصرية قبطية أهداها له المقوقس حاكم الإسكندرية، لبس عليه الصلاة والسلام أنواعا من الثياب ما لم يكن فيها شيئا ما لم يكن فيها شيء ممنوع شرعا، وستأتي الإشارة إلى بعضه. كان قميصه من قطن، وكان قصير الطول قصير الكم، قصر طول ثياب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت بين أنصاف ساقيه إلى كعبيه، كانت بين أنصاف الساقين إلى الكعبين، فلا يتجاوز الكعبين ولا يقصر عن أنصاف الساقين، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وقصر الكم كذلك، فإن طول الأكمام في اللباس من علامة الارتخاء والثراء والنعومة التي والترفه التي لا تليق بالرجال، على عكس ثياب النساء التي يستحب بل يشرع تطويلها فتغطى القدمان وما أسفل من القدمين، وتغطى الكفان وما جاوز الكفين. أما ثياب الرجال فإن مظهر العزم والرجولة يقتضي شيئا من الحزم ينافي الارتخاء في اللباس. قال رحمه الله: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال، يصف نوعا من اللباس ربما جاء في ذهنك الآن شيء منه رأيته أو رأيت صورة له، بعض الثياب التي يلبسها بعض أهل البلدان واسعة الطول في الكم واسعة الفتحة، فإذا رفع الرجل ثوبه بدا طول الكم من حيث تغطية الكف ومن حيث سعة طول الكم فتحة الكم، قال كالأخراج، يريد به رحمه الله جمع خرج. أرأيتم إلى ما يوضع على ظهر البعير قطعة من قماش ذات جيبين تستعمل لحمل المتاع والبضاعة والفواكه وما يحمل عليها أصحاب الدواب سواء كان حمارا أو بغلا أو بعيرا، فيضع وعاء ذا جانبين أحدهما عن يمين الدابة والثاني عن يسارها، فهو كيس ذو شقين ذو فتحتين. فشبه سعة أكمام تلك التي يصفها أنها كالخرج الذي يوضع على ظهر الحيوان في سعتها وتحمل البضاعة والأمتعة والفواكه والزاد وما يحتاج إليه صاحب المتاع. قال: فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته. ثم قال: وفي جوازها نظر، ألا ليست مسألة أن ثبتت في السنة أو لم تثبت، يقول تنزيلها على قواعد الشريعة يقتضي عدم جوازها. من أي باب؟ قال: فإنها من جنس الخيلاء، يعني فيها نوع من إظهار التعجب والفخر والمخيلة. فلو قال قائل: ماذا لو وجد اليوم في بعض لباس الرجال في بعض البلاد هذا النوع من الثياب وجرى عرفا عندهم ولا خيلاء فيه ولا كبر ولا غرور؟ فالجواب أن ذلك إن جرى عرفا ولم يتميز به لابسه بفخر ولا عجب ولا تكبر فهو من جنس اللباس المباح الذي لا تمنعه الشريعة. لكن المصنف رحمه الله ربما أشار إلى ما تقرر في عرف في ذاك الزمان أو في بلد من البلدان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان أحب الثياب إليه القميص والحبارة وهي ضرب من البرود فيه حمرة. هذان حديثان، قالت أم سلمة رضي الله عنها فيما أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح، قالت: وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قلنا: ما القميص؟ وما نسميه الثوب أو الجلباب أو الجلابية، هو هذا القميص الذي يأتي ساترا للجسد من الأعلى إلى أسفله، بخلاف الإزار والرداء فإنه قطعتان، قطعة لأعلى الجسد وقطعة لأسفله. كان أحب الثياب إليه القميص. أما الحديث الثاني فحديث أنس، يقول قتادة رحمه الله: قلنا لأنس بن مالك: أي الثياب كان أحب إلى رسول الله، أحب أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه: الحبارة، على وزن عنبة. قال: الحبارة، والحديث أخرجه مسلم. المراد بالحبارة نوع من الثياب تأتي من قطن أو من كتان محبرة، يعني مزينة، فهي جميلة المنظر جميلة الصورة، وفيها أيضا نوع من الجمال في اللبس
الذي يزداد جمالا بلبس النبي عليه الصلاة والسلام إياه، فكان هذا من الثياب المحببة إليه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: وهي ضرب من البرود، جمع بردة، فيها حمرة. أيضا ليس المقصود به الحمرة الخالصة، فإنه قد ثبت النهي عنها، لكن المراد أن يكون فيها خيوط حمراء أو كان فيها تقليم باللون الأحمر. هذان حديثان، تقول أم سلمة رضي الله عنها: أحب الثياب إليه القميص، ويقول أنس: أحب الثياب إليه الحبرة، والحبرة بردة وليست قميصا، فكيف نجمع بين الحديثين؟ يقول المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير معللا حب النبي عليه الصلاة والسلام للقميص، لماذا كان أحب الثياب إليه القميص؟ قال رحمه الله تعالى: كانت نفسه تميل إلى لبسه، يعني القميص، أكثر من غيره من نحو رداء أو إزار، لأنه أستر منهما وأيسر، أي أستر وأيسر. لبس القميص أستر وأيسر، أما كونه أيسر فإنك إذا لبسته فهو مرة واحدة، بخلاف الإزار والرداء تلفه وتعقده، وإذا أردت أن تفكه تحله، أما كونه أستر فإنه ضاف على الجسد من أعلى إلى أسفل، بخلاف الإزار فربما انكشف شيء من ساقه أو فخذه، أو ربما انكشفت عورته حال منامه، والقميص أستر. يقول رحمه الله: لأنه أستر منهما وأيسر لاحتياجهما، يعني الإزار والرداء، لاحتياجهما إلى حل وعقد، بخلافه، بخلاف القميص فإنما يلبس بإدخال الجسد فيه لا غير. قال: فهو أحبها إليه لبسا، والحبرة أحبها إليه رداء، فلا تدافع بين حديثيهما. قال: أو ذاك أحب المخيط وذا أحب غيره، يعني يريد أن يقول: إن كان الثوب مخيطا فالقميص أحب الثياب إليه، وإن كان الثوب غير مخيط فأحب الثياب إليه الحبرة، جمعا بين حديثين صحيحين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويلوح من ذلك أن لبسه له أكثر، لأي شيء؟ القميص، لأنه كان أحب الثياب إليه. فقال: ربما يفهم من ذلك أن لبسه للقميص كان أكثر من غيره من الإزار والرداء والبردة ونحوها. قال رحمه الله: وكان لا يختلج في ذهني خلافه، حتى رأيت الحافظ العراقي قال في حديث إلباس المصطفى صلى الله عليه وسلم قميصه لابن أبي لما مات، قال: ما نصه؟ وفيه لبسه عليه الصلاة والسلام للقميص، وإن كان الأغلب من عادته وعادة سائر العرب لبس الإزار والرداء. ثم قال المناوي: ولم أقف له على سلف في جزمه بهذه الأغلبية بالنسبة لخصوص مصطفى صلى الله عليه وسلم، وفوق كل ذي علم عليم. ولا يلزم من كون ذلك أغلب للعرب كونه أغلب له، لأن أحواله وشؤونه كانت منوطة بما يؤمر به، وبما كان دأب آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين فيما لم يوحى إليه بشيء، لا بشعار العرب وزيهم، على أن أغلبية لبس الإزار والرداء لا ينافي أغلبية لبس القميص، ولا مانع من لبس الثلاثة غالبا معا. فتدبر، يعني يلبس القميص ويلبس فوقه البردة، فإن أيضا تلبس فوق الثياب، فيكون جمعا بين الحديثين، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال: هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. لبس ألوانا عدة كما ثبت قبل قليل، لبس السواد، ولبس الأخضر، ولبس الحمرة أو ما فيه حمرة، ولبس الأبيض عليه الصلاة والسلام في ثيابه المتعددة. قال: وكان أحب الألوان إليه البياض، ولهذا ساق هنا عندكم الحديث الذي فيه قال: هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. والحديث أيضا في رواية أخرى: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. الحديث الذي أخرجه
الأئمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الترمذي وأيضا والحاكم وأحمد من حديث سمرة ابن جندب بلفظ: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. حديث سمرة علل تفضيل البياض لما قال: فإنها أطهر وأطيب، والمراد أن اللون الأبيض أنقى الألوان وأصفاها، فمن لبس البياض ظهر فيه النظافة، ولأن البياض شديد التأثر بأي قذر أو وسخ فإنه يبدو عليه أكثر من غيره من الألوان. فإذا رأيت صاحب الثوب الأبيض لا يزال بياض ثوبه على نقائه فهو يعتني بنظافته، لأنه إذا اتسخ سرعان ما غسله، وإلا لظهر أثر ذلك على ثوبه. فهذا من أدب الشريعة في تربية أبنائها على العناية بالنظافة والتطهر والتجمل. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنها أطهر وأطيب. ولله كم للإسلام من نعمة على أهله، ليس في العبادات والعقائد فحسب، بل حتى في العادات ومكارم الأخلاق. يرتقي الإسلام بأهل الإسلام لأن يكونوا من أرقى الشعوب حضارة ورقيا وعناية حتى بالثياب وبالمظهر وبالهيئة. هذه سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، يقول: البسوا البياض، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. ولهذا جرت سنة المسلمين عامة في كل البلدان على تكفين موت المسلمين في أكفان بيض، لأنها سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويجوز غيره من الألوان. فلو كفن الميت في ثياب غير بيضاء وفي أقمشة ذات ألوان أخرى جاز ذلك ولا حرج، لكنها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. قال أبو بردة: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا. قلت لكم الملبد هو النوع من اللباس الذي خشن إما لقدمه أو لثقل نسيجه. أخرجت كساء وإزارا غليظا فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وفي لفظ لمسلم: أخرجت كساء وإزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء أخرجت إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. والمقصود شيئان أو فائدتان من هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين. الفائدة الأولى إثباتها أن هذا الثوب في هذا الكساء وفي هذا الإزار هو آخر ثوب مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قبض روحه في هذين الثوبين. والفائدة الأخرى هذا الوصف في اللباس الذي وصفته أم المؤمنين رضي الله عنها: كساء غليظ وإزار، أو كساء ملبد وإزار غليظ، كل ذلك يدل على خشونة اللباس الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام. السؤال مرة أخرى: هل هذا على الدوام أنه كان لا يلبس إلا الثوب الخشن والإزار الغليظ والكساء الملبد؟ الجواب لا، لبس الحبرة وهي من أجمل الثياب، لبس الحلة الحمراء وجعلوا يفضلون جماله على جمال القمر في منتصف الشهر صلوات الله وسلامه عليه، لبس الإزار والرداء والقميص والحبرة ولبس الحلة، كل ذلك لبسه، والمقصود تعدد هديه صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لبس خاتما من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينهى عنه. انتقل إلى لباس آخر، الخواتم، هل هي سنة؟ نعم، لبس النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم، ولم يلبسه إلا لما احتاج إليه عندما أراد مخاطبة الملوك والوفود والعظماء والرؤساء، فقيل له: إن الملوك والعظماء لا تقبل إلا كتابا مختوما،
فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام وجعل نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اتخذ الخاتم اتخذه من فضة وجعل نقش خاتمه كما سمعت محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل لبسه في يده اليمنى أو في اليسرى؟ خلاف. وقد تقدم في مجلس سابق أن الرواية صحت بالأمرين، فمن الصحابة من جزم بأنه لبسه في يمناه، ومنهم من جزم أنه لبسه في يسراه. لكن هل لبس عليه الصلاة والسلام خاتم الذهب؟ الجواب نعم في بادئ الأمر، ثم نبذه وحرمه على الأمة. أخرج البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم من فضة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس، كما أخرج البخاري. يعني خاتمه عليه الصلاة والسلام بقي في يد الخلفاء من بعده، فلبسه أبو بكر رضي الله عنه وكان في يده. ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه انتقل الخاتم إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلبسه حتى مات، ثم انتقل إلى يد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فسقط الخاتم من عثمان رضي الله عنه وهو جالس على بئر أريس، فتعبوا في نزح الماء 3 أيام لإيجاد الخاتم فما وجدوه. فهذا نهاية أمر خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وذكر منها ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه، والله أعلم. حديث أبي داود أخرجه أيضا النسائي في الكبرى وأحمد في المسند، وأخرجه البيهقي في السنن، وأخرجه ابن ماجة مختصرا، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن 10 أشياء، عن الوشر والوشم والنتف، وذكر في آخره: ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان. يعني لا يلبس الخاتم أحد في الإسلام إلا من كان كمثله عليه الصلاة والسلام، حاكما أو سلطانا أو أميرا، فيتخذه لختم الكتب التي يرسلها أو الخطابات ونحوها. يقول ابن القيم رحمه الله: فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه. وسبب ذلك ما تقدم في بداية درسنا لكتاب زاد المعاد، أن ابن القيم رحمه الله شرع في تصنيف الكتاب وأتم جله في رحلة سفره رحمة الله عليه، فكان يكتب ما يكتب من عفو الخاطر ومن حاضر الذاكرة، فإذ ترى الروايات والتعليق والفوائد الجمة والمسائل والأحكام فإنما هي من فؤاده رحمه الله. فلما غاب عنه هذا الحديث في شأن الحكم عليه أفصح رحمه الله وأبرأ ذمته، قال: أما هذا الحديث فلا أدري ما حاله ولا وجهه، والله أعلم. والحديث ضعيف، لأن مداره على أحد الرواة أبو عامر المعافري، وهو مجهول عند المحدثين، فلا يعارض هذا الحديث الضعيف بما ثبت من صحة لبس الخاتم، ولبسه الصحابة رضي الله عنهم وأولاد الصحابة رضي الله عنهم والآئمة والعلماء في الأمة جيلا بعد جيل. فلو كان النهي صحيحا لما عمل به أهل الإسلام سلفا وخلفا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. يعني من جهة باطن الكف، هص الخاتم ما يجعله من الأعلى، يجعله من باطن الكف ليتم القبض عليه. هذا ثبت في حديث البخاري لما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب أو فضة، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وصححه، وأنكره أبو داود.
هذا حديث فيه خلاف بين المحدثين، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء نزع الخاتم إجلالا لاسم الله الموجود في نقش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيه حديث أخرجه الترمذي في جامعه وصححه، وصححه كذلك عدد من الأئمة كابن حبان، وصححه أيضا المنذري فإنه صحح الحديث، وعدد من أهل العلم. لكن الإمام أبا داود أنكر الحديث وذكر فيه علة تضعفه، وأبو داود أيضا ليس وحده رحمه الله، لأنه قال عقب الحديث: وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. وضعف الحديث أيضا عدد كالبيهقي والدار قطني، وأطال النفس في تعليل الحديث وذكر عدم صحته. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزع خاتمه إذا دخل الخلاء؟ فيه خلاف لحديث أخرجه بعض الآئمة وصححوه وأعله آخرون، فالعلم عند الله. ويبقى يا كرام أن من كان معه خاتم أو معه شيء فيه اسم الله عز وجل وأراد دخول الخلاء، فلا خلاف أن الأولى لإجلال اسم الله تعالى ألا يدخل به الخلاء، سواء صح الحديث أو لم يصح، فإن إجلال الله تعالى وتعظيمه وتعظيم اسمه سبحانه وتعالى من المتفق عليه بين العلماء قاطبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الطيلسان فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبسه ولا أحد من أصحابه، بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال: يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال: ما أشبههم بيهود خيبر. الطيلسان ويقال له الطيلس، لباس ذو أهداب يأتي مقوسا أو دائرا، يوضع على الكتف مثل الشال أو الوشاح، أو يوضع على الرأس، وربما كان له فتحة في منتصفه فيدخل فيه الرأس فيأتي مستديرا على الصدر ويغطي الكتفين وعلى أعلى الظهر، يأتي مقوسا يلبس كالوشاح الذي إما أن يكون على الكتفين والظهر، أو يكون فتحة يدخل منه الرأس فيغطي قوسا دائرا حول الصدر والظهر، أو يوضع حتى على الرأس. يلبسه اليهود المتدينون عادة في صلاتهم، أو السامريون أيضا من اليهود، فهو شعار من شعار يهود في لباسها في عبادتها خاصة. قال رحمه الله: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبسه ولا أحد من أصحابه، بل إن العرب في شتمها إذا أرادت أن تشتم أحدا قالت: يا ابن الطيلسان، يريدون أنه كأنهم يقولون يا أعجمي، فهو نوع من السب والشتم. هذا الطيلسان الذي جاء في الحديث الذي ذكره المصنف في صحيح مسلم، قال: من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهو سهو من المصنف رحمه الله، والصواب أن الحديث في صحيح مسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال إذ يخرج آخر الزمان، قال: يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، فهو شعار لليهود. أنس رضي الله عنه صلى الجمعة ذات يوم في بلاد الشام، فخرج فرأى جماعة من المصلين في المسجد يلبسون الطيالسة، فأنكر ذلك وقال: ما أشبههم بيهود خيبر. إذن كان ينقدح مباشرة، لأنه شعار وزي يعرف به اليهود، ينقدح عند الناظر أن هذا لباس لهم، فكان نوعا من التشبه. يقول ابن القيم رحمه الله: أما النبي عليه الصلاة والسلام فما لبس الطيلسان ولا أحد من أصحابه. وذكر الآن هنا حكم لباس الطيلسان أو الطيلس، والجمع طيالس وطيالسة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها هنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف، لما روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم،
وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. هذا أصل عظيم يا أمة الإسلام في شريعة الإسلام، أصل عظيم في باب العادات، لأن باب العادات مبني على الإباحة في الشريعة، فليس شيء حرام إلا ما جاء التحريم فيه بدليل، وما لم يأتي في الدليل شيء من المنع فيبقى أصل العادات على الإباحة، في اللباس، في الطعام، في الشراب، في المنام والاستيقاظ، في الهيئات والمظهر، كل شيء مبني على الإباحة إلا ما جاء النهي عنه بضوابط شرعية، ومنها هذا الضابط العام. ما هو؟ من تشبه بقوم فهو منهم. متى أصبح اللباس أو الهيئة شعارا تعرف به ملة من الملل في دينها لا في عاداتها المجردة؟ إذا أصبح لباس علامة على مثلا دين البوذية أو المجوسية أو الهندوسية أو النصارى في الكنائس أو اليهود في المعابد، أصبح لا يجوز للمسلم لبس هذا النوع، لأنه شعار يدل على ملة قوم في غير الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، يعني يجري عليه حكمهم في الظاهر، والمسلم لا يرضى لنفسه أن يحكم عليه بحكم غير المسلمين ولو كان في شأن اللباس والهيئات والطعام ونحوها من العادات. والحديث أيضا في عند الترمذي: وإن كان ضعيفا ليس منا من تشبه بغيرنا. والحديث لا يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في معنى الحديث الأول الذي أخرج الأئمة أبو داود وأحمد وغيرهم: من تشبه بقوم فهو منهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة، فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعله للحاجة، ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع، وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للحاجة من الحر ونحوه. وأيضا فليس التقنع هو التطيلس. ها هنا شيئان في خاتمة هذا الفصل. ثبت الآن في كلام المصنف أن لبس الطيلسان أو الطيالسة هو من لبس اليهود المذموم الذي لا يجوز للمسلم التشبه به، وأنه يحمل على الكراهة في منع التشبه باليهود في هذا النوع من اللباس. قال رحمه الله: عندنا حديثان يثبتان تقنع النبي صلى الله عليه وسلم. ما التقنع؟ تغطية الرأس بقناع، سواء كان جزءا من اللباس كما يكون مثلا في بعض الألبسة التي يكون في أعلاها في المقدمة غطاء للرأس يسحب فيغطى به الرأس. قال: أما الحديث الأول فحديث الهجرة. في قصة الهجرة لما تواعد عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه لصحبته في رحلة الهجرة، أتاه في داره في الظهيرة في وقت غير معتاد، وكان متقنعا بالهاجرة يعني في شدة حر الظهر. قال: هذا أولا ليس طيلسانا، وثانيا فعل ذلك ليتخفى به عليه الصلاة والسلام، فإنها رحلة هجرة وخروج من أذى قريش التي أرادت وعزمت على الغدر به وقتله صلوات الله وسلامه عليه. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر القناع، يكثر من استعمال القناع وغطاء الرأس، لكن الحديث لا يصح وهو ضعيف. وأجاب المصنف أنه إن ثبت فإنه محمول على الحاجة للحر ونحوه، ثم قال: وأيضاً فليس التقنع هو التطيلس. فهذان جوابان، الأجدى والأقطع للاحتجاج أن التقنع ليس لبساً للطيلسان، ليس تطيلساً. والجواب الثاني أن التقنع في حادثة الهجرة كان لغرض، وحديث أنس أنه كان يكثر القناع ضعيف، وإن صحح فمحمول على ما كان للحاجة لا على الدوام. هذا موقف ابن القيم رحمه الله في ذكره مسألة لبس الطيلسان، وحكى فيه كراهية السلف رحمة الله عليهم. قال الحافظ ابن حجر: ووقع في حديث أسماء ابنة أبي بكر عند مسلم
وقد مر معنا في المجلس الأخير قبل الحج أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية، وفي رواية بعض الضبط خسروانية، فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معناه الخلاف الواقع في جواز لبس الطيلسان أو عدمه، وهو مختلف في كراهيته. وابن القيم رحمه الله ذكر القول بالكراهة وانتصر له فيما حكاه عن بعض أهل العلم فيما سمعت قبل قليل. وبعض أهل العلم يذكر أيضا فيه قولا آخر، حكى المرداوي في الإنصاف قوله يكره الطيلسان في أحد الوجهين. قال ابن تميم وكره السلف الطيلسان واقتصروا عليه على الكراهية. قال والوجه الثاني لا يكره بل يباح، وقدمه في الرعاية والآداب وأطلقهما في الفروع. ولهذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقش الإمام ابن القيم في مسألة كراهية لبس الطيلسان، وذكر أنه يمكن أن يلتمس القول بجوازه ما لم يحمل على التشبه أو كان لباسا معتادا لبعض أهل البلدان. وشراح الصحيح أيضا متفاوتون، في القاري في شرحه أيضا وافق ابن القيم في الكراهة وأجاب عما ذكره الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: وكان أغلب ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان. هذه ثلاثة أنسجة تصنع منها الثياب من يوم الناس إلى يومنا هذا: القطن والكتان والصوف، ويزاد الحرير بالنسبة للنساء فيما أبيح لهن دون الرجال خاصة، وغير ذلك متعدد. اليوم تطورت الصناعة وأصبح البلاستيك ومشتقاته أيضا جزءا مما تصنع به الألبسة، لكن النبات الطبيعي ثلاثة، النبات الطبيعي إما قطن وإما كتان، وأما الصوف فمستخرج من الحيوان. إذن فنوعان من الألبسة نباتي قطن وكتان، ونوع حيواني وهو الصوف. هذه الثلاثة كلها كما مر بكم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبسها. سؤال: أي هذه الثلاثة كان أغلب في لبسه عليه الصلاة والسلام؟ قال كان الأغلب ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان. هذه مقدمة ليرد بها المصنف في كلام سيستطرد فيه فيما نقرأه الآن في الإجابة عما قرره بعض أهل الإسلام في تقديم لبس الصوف مطلقا، وزعم أنها السنة، أو أن مظهر التقشف والزهد والتقلل من الدنيا يكون بلبس الصوف، وأن هذا أحب. فوقعوا في ماذا؟ وقعوا في تفضيل شيء كان مفضولا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن القيم رحمه الله الآن يريد أن يضع الميزان السنة النبوية. إذا أردت أن تفاضل بين شيء وشيء في الشريعة فتقول هذا أفضل من هذا، فلا تعتمد على رأيك ومعيارك ومقاييسك، بل اعتمد على السنة. فإذا بحثنا في السنة، هل لبس النبي عليه الصلاة والسلام الصوف؟ نعم لبس. هل لبس الكتان؟ نعم. ولبس القطن؟ نعم. فأي الألبسة هذه كان أكثر وأغلب؟ القطن. فإذا قلنا الصوف أفضل وجئنا نعلل، فقدمنا شيئا فضلناه على شيء فضله رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وذكر أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد صحيح عن حابس بن أيوب أنه قال دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز عنه محمد. من محمد؟ ابن سيرين، إمام من أئمة التابعين، أخو أنس بن سيرين رحم الله الجميع. نعم. قال فاشمأز عنه محمد وقال أظن أقواما يلبسون الصوف يقولون قد لبسه عيسى بن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا أحق أن تتبع صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جواب العلماء، هذا جواب أئمة السلف. من لبس الصوف فقال هو لبس شيوخنا، لبس أئمتنا، أوليائنا، علمائنا، ثبت أن عيسى عليه السلام كان يحب لبس الصوف ويلبسه. قل له لكن حبيبي صلى الله عليه وسلم لبس الكتان والصوف والقطن،
فإذا أردنا أن نقدم شيئاً فلنقدم ما ثبت عندنا عن حبيب القلوب وأسوتها وقدوتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواماً يرون أن لبس الصوف دائماً أفضل من غيره، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زياً واحداً من الملابس، ويتحرون رسوماً وأوضاعاً وهيئات يرون الخروج عنها منكراً، وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. هذا كلام نفيس لأهل العلم الربانيين الذين يجعلون منهاج الشريعة ما ثبت في الكتاب والسنة. عندما نلتزم لبساً واحداً بشكل واحد وهيئة واحدة ولون واحد ونزعم أنه هو الأفضل والأكمل، مثلاً إما لأهل البلد أو لقراء البلد أو لعلماء البلد أو لغيرهم، ونزعم أن هذا هو الأفضل بحيث يعد الخروج عن ذلك النمط من اللباس في هيئته أو لونه أو شكله يعد منكراً، يعاب عليه صاحبه ويذم وكذا. قال رحمه الله تعالى: يتحرون زياً ويتحرون رسوماً وهيئات يرون الخروج عنها منكراً، وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. نعم. والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة. يعني إذا كنت ممن يحب لبس الصوف فجاءك ثوب قطن هدية فالبس، تحب القطن فجاءك الكتان أو تيسر لك فالبسه. هكذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا عليه الصلاة والسلام. قال: ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة، وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك. يعني يلف العمامة على لحيته تحت حنك فمه عليه الصلاة والسلام. إيش يعني هذا؟ يعني أن باب اللباس يا أهل الإسلام أمره واسع، ونبينا عليه الصلاة والسلام لبس ما وجد قومه من العرب يلبسونه وما اعتاده الناس في عصرهم. لبس البرود اليمانية والبرد الأخضر والجبة والقباء، لبس القميص والسراويل والإزار والرداء، لبس الخف والنعل، لبس العمامة، فتارة أرخى الذؤابة من خلفه وتارة تركها بين كتفيه، وتارة كان يلبس العمامة المحنكة. كل ذلك يدل على سعة الهدي النبوي في باب اللباس، فلا تضيقوا واسعا واجعلوا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام معلما تتيسر معه الحياة بما ضبطت الشريعة به أدب المسلم في اللباس. للرجال آدابهم وللنساء آدابهن، والشريعة إنما ارتقت بأهل الإسلام رجالا ونساء صغارا وكبارا ليكونوا في أعلى ما تكون عليه حياة البشرية سعادة وارتقاء استعمالاً لما أباح الله عز وجل من الطيبات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا استجد ثوباً سماه باسمه وقال: اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذه سنة نبوية كريمة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يا أهل الإسلام. فرحم الله امرأ أحيا هذه السنة وطبقها وعمل بها. أخرج الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث مروي في غيرها أيضا من دواوين السنة. كان عليه الصلاة والسلام إذا استجد ثوبا، يعني وجد ثوبا جديدا يلبسه، والمقصود بالثوب كل ما يلبس وليس المقصود بالثوب الذي نسميه اليوم هذا الثوب. إذا استجد ثوبا سماه وقال: اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو هذا الرداء أو هذه العباءة أو هذه الغترة. يسمي الثوب الذي يلبس أو حتى لو كان نعالا أو خفا، ثم يقول: أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
ثلاثة آداب كبيرة في هذا الحديث. أولها الأدب النبوي في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثانيها استشعار النعمة والاعتراف بها للمنعم جل جلاله. عندما تشتري ثوبا بمالك وتدفع عليه من حر مالك وتخرج من جيبك وتنفق، فلا تظن أنك اشتريت الثوب النفيس وامتلكت الثوب الغالي لأنك تملك قيمته. لو لم يرزقك الله عز وجل ما امتلكت الثوب، فاحمده. ولا تقول لأن فلانا من أصدقائي أهدى لي هذا الثوب، لو ما قدر الله لك أن يكون ثوبا لك ما وصل إليه. فيحمد المسلم ربه على هذه النعم ولو كانت في أنظار الناس من الأمور المعتادة أو التي ألفها الناس من النعم، لكن يبقى القلب المؤمن لا يغيب عن استشعار نعمة الله وحمده جل جلاله على النعم. يا رجل، أنت مع البشر مثلك، إذا هداك أحدهم شربة ماء شكرته وقلت شكرا جزاك الله خيرا، وإذا كان أعلى من ذلك فهداك عطرا أو ساعة أو قلما أو ثوبا، ظللت ممتنا بعبارات تسدي له فيها الاعتراف بالجميل، فأين نعم ربك عليك؟ وهو يحب أن يسمع الحمد والثناء جل جلاله. أما الأدب الثالث فأن اللبس هاهنا للثوب والدعاء يحمل المسلم أيضا على سؤال الله عز وجل أن يكون لباس خير، لا تلحق به آفة ولا عين ولا مرض ولا حسد ولا كبر. فما أجمل حياة المؤمن إذ يتأدب بأدب الإسلام في لبسه متأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال: وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه، يعني يدخل شقه الأيمن يلبس، فيدخل رأسه ثم ذراعه، يده اليمنى ثم اليسرى، وكذلك إذا لبس السروال تبدأ برجلك اليمنى، وفي الخلع بالعكس. عملا بالأصل العام كان عليه الصلاة والسلام يحب أو يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولبس الشعر الأسود، كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرق مرحل من شعر أسود. الشعر الأسود كما قلنا شعر الحيوان، سواء كان شعر ماعز أو شعر بقر أو غيره من الحيوانات التي يجوز استعمال جلودها لباسا أو قماشا أو كساء أو فراشا. قالت: خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه مرط مرحل من شعر أسود. المرط الذي يجعل كالعباءة كالشرشف يجلس عليه ويلتحف به، يتعدد استعماله. مرحل معناه أنه فيه صور الرحال، وربما يروى في بعض الروايات مرجل بالجيم وهو خطأ، من شعر أسود، يعني كان نوعا أيضا من الألبسة التي استعملها صلى الله عليه وسلم من شعر أسود. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن قتادة أنه قال: قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبارة. والحبارة من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. هكذا أيضا تقدم حديث أنس لما سئل رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. قلنا الحبرة على وزن عنبة نوع من الأردية الجميلة المحبرة، يعني المزينة، فكان يحب لباسه عليه الصلاة والسلام، وهو نوع من البرود التي تأتي من اليمن، وكثير من لباس العرب في جزيرة العرب كان يأتي من اليمن لأن غالب لباسهم كان يأتي من هناك، ولبس البرود اليمانية وفيها الحمرة والصفرة والألوان المتعددة. وأيضا يلبس العرب في مكة والحجاز ما كان يأتيهم من أرض الشام ومن أرض مصر، فإن تجارة العرب رحلة الشتاء والصيف، وكانت إحداهما إلى الشام، كانت تحضر معها ما يأتي من الشام من ألبسة وأطعمة ونحوها. وكان يشتهر في مصر إلى يوم الناس هذا أيضا صناعة الألبسة المنسوجة من الكتان، فإن أرض مصر من زمن الفراعنة كانت تشتهر بذلك، وربما استعملوا الكتان أيضا في تحنيط المومياء الفرعونية منذ قديم الدهر.
فكانت تأتي الألبسة كالقباط المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط نسبة إلى قبط مصر المشهورين بصنعها وتجارتها التي كانت تتداولها التجارة آنذاك عالميا. كل هذه الروايات وما سيأتي استدلال على سعة أنواع لباس رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم اقتصاره على نوع معين أو لون محدد دون غيره. أحسن الله إليكم. قال: وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيبة. هذا الصوف لبسه؟ نعم لبسه، والحديث صحيح عند النسائي وأحمد وأبي داود وغيرهم. لكن الصوف كما تعلمون حار ويحسن لبسه في الشتاء لحصول التدفئة به، وأرض الحجاز حارة ويغلب عليها الصيف بحرارته. تقول عائشة رضي الله عنها: جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق وجد ريح الصوف، وريح الصوف إذا أصابه العرق والحرارة غير مستحب، فيه نتن، فكره ذلك وطرحها، وكان يحب الريح الطيبة لأنه طيب صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. هذا من أجمل ما تسمعه من الروايات في وصف لباس رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند أبي داود والطبراني والحاكم وإسناده حسن: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. قلت لكم الحلة لا تسمى حلة إلا إذا كانت يعني طقم واحد، إزار ورداء، فإذا انفرد أحدهما عن الآخر لا يسمى حلة. الحلة التي تأتي إزار ورداء يعني عبارة عن قطعتين من شكل واحد ولون واحد، كان يلبس أحسن الحلل عليه الصلاة والسلام. ويخص بعض الأوقات كالجمع والعيدين ولقاء الوفود والاجتماع بالضيوف، كان يعتني عليه الصلاة والسلام بالمظهر والهيئة. هذا نبي الأمة وأسوتها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعلمنا كيف يكون لباس أحدنا جميلا ومظهره حسنا. انظر كيف حتى استقر عند ابن عباس وهو أحد صحابته: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. اختصر كثيرا من الأوصاف وأنواع الألبسة، قال أحسن ما يكون من الحلل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي سنن النسائي عن أبي رمثة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران، والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، وهو كالحلة الحمراء سواء، فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت فينبغي أن يقول إن البرد الأخضر أخضر بحت أخضر بحتا، وهذا لا يقوله أحد. نعم، هذا حديث النسائي في سننه الصغرى وفي الكبرى كذلك، وعند أصحاب السنن أبي داود والترمذي وعند ابن حبان والحاكم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران. هل تفهم من هذا أنه برد أخضر خالص؟ إن بعض الناس أيضا يستدل بهذا على أن لبس البردة الخضراء أقرب إلى السنة لثبوتها في الحديث. قال: لا، البردة الخضراء التي فيها خطوط خضر، كما ثبت في حديث سمرة بن جندب: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء. وقد تقرر هناك وأطال فيه المصنف الكلام، ليست الحلة الحمراء الأحمر الخالص القاني. لما؟ لأن النهي ثبت في الشريعة عن لبس الأحمر، وذكر أنه لباس أهل النار أو لباس أهل الشرك. فإذا ما المقصود بالبردة الحمراء، الحلة الحمراء التي فيها خطوط حمر؟ لأن اللون الأحمر إذا تخطط مع الأبيض وغيره برز من بين الألوان، فتقول هذه حلة حمراء تغليبا. كذلك ستقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب عليه بردان أخضران، ليس المقصود أخضر خالص، قال فيه خطوط خضر، قال وهو كالحلة الحمراء سواء، يعني كيف تفهمه؟ فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت ينبغي أن يقول إن البرد الأخضر هنا أخضر بحت، وهذا لا يقوله أحد.
لأن الحلة الحمراء فيها نهي، فلا يستقيم في فهم هذه الروايات في وصف ألوان الحلل والبرود التي لبسها المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا على أنها مقلمة أو معلمة أو فيها خطوط ملونة، فإذا ذكر البرد الأخضر والحلة الحمراء فيعني المقلمة باللون الأحمر أو المخططة بالخطوط الخضراء، يعني إثبات سنة ليس اللون المتحد الذي يثبت من لباسه دون غيره صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكان مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف. أدم يعني جلد الوسادة التي كان ينام عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم عبارة عن جلد حشوها ليف، الليف الذي ينزع من سعف النخل يحشى بحيث يكون فيه ليونة تريح النائم إذا وضع رأسه على الوساد، ليس قطنا ولا ريش نعام ولا غيره من الوسائل الرفاهية في النوم، إنما هو ما وصف الصحابة رضي الله عنهم في وسادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تم مجلس الليلة بعون الله تعالى، وفي تتمة كلام المصنف رحمه الله في الحديث عن تقرير الهدي النبوي في اللباس وتفنيد ما يزعمه بعض المنتسبين للإسلام من تفضيل لون أو هيئة أو نمط خلاف ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، كلام نفيس محرر، نأتي على بقيته في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. فاستكثروا ليلتكم هذه وجمعتكم غدا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. حمل الأمانة والرسالة والهدى، ما ظل صاحبنا الحبيب وما غوى، صلى عليك الله يا بدر الورى، وعليك صلى الله ما نجم هوى. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك يا رب علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.